السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا من جديد يا أطيب متتبعات قناة سحر الطبيعة اللي كنبغيكم وكنحماق عليكم. اليوم إن شاء الله عندي غدا بسيط صيفي بامتياز، شي حاجة خفيفة وديال الصيف. واحد الأخت البارح في واحد التعليق قالت لي شاركي معنا، أنا يلاه بنتي يلاه تزوجت وباقا مبتدئة، شاركي معنا هكذا أفكار ديال هذا الصيف. وانا قلت اليوم رغم انه غدا عادي بسيط، قلت علاش لا ما نشاركوش مع البنات الصغارات هكذا ياخذوا فكره. هنا عندي الحوت البنات، يعني هاد النهار راجلي يعني خرج لقى الحوت، لقى هاد الشطوم صغير، ها هو تبارك الله صلى على النبي، ها هو هذا. غادي نحيد ليه غير الراس، يعني الا زولت ليه السنسول راه ما غيبقى فيه والو، لان الشطون ما كيتحيدلوش السنسول. ان شاء الله نديرو نغسلو برا في الجرده باش ما نديرش هنايا تزعيم، وما غادي ندير ليه لا كثر التوابل لا والو. اللي كيف ديما كنقول لكم الشطون كيكون رقيق كيكون بنين، حنا غرضنا ناكلو البنه ديال الحوت ماشي ناكلو البنه ديال التوابل. غادي ندير ليه فقط عناصر خفيفه، وغنوريكم ان شاء الله حتى فاش غادي نفندو والطريقه باش غادي نفندو، لان كتعرفوا هذا الحوت الصغير كيكون صعب انك تبقي تفندي حبه بحبه بحال هكا. غنوريكم واحد الطريقه زوينه بالنسبه للبنات هكا المبتدئات يفندوه يعني في دقه واحده بكونتيتي كبيره. هنا عندي بطاطا، هذيك البطاطا الصغيره اللي كتكون ديال السليق، غادي نشدها ان شاء الله غادي نديرها تفور، ما بغيتش نسلقها في الماء، كتعجبني مفوره كتبقى محافظه على البنه ديالها والفوائد ديالها. مهم اللي دارتها اختكم وبنتكم هانتوما معايا، غير خليكم معايا حبيباتي حتى الاخير، وما تنساوش اختكم اللايك والبارطاج، الله يخلي لكم كل عزيز وغالي. دابا باقي الحال على الغداء، غنخدم شويه عليا. هذه كنصائح البنات المبتدئات اللي يلاه بداو، يعني في الكوزينه دائما تغلبي على الشغل، ما تخليش الشغل هو اللي يغلبك، فيقي بكري بداي شغلك بكري، ان شاء الله غادي تخدمي بشويه عليك بلا زربه بلا ستريس، اي حاجه حيتيها غادي تحيد عليك. وهنا جيت البنات جلست برا، هنا غادي نقي الحوت ان شاء الله. واول حاجه بغيت نقولها لكم البنات هو الماء اللي كنغسل فيه الحوت ضروري ما كندير فيه الخل، هذا الماء الاول اللي عاد غادي نبدا نغسل فيه الحوت كندير فيه الخل. صافي غنزول ليه غير المصيرنات بحال هكا صافي، وغادي نخليه هكذا. هنا غادي نكمل ان شاء الله التنقيه ديال الحوت، وغادي ندخل ان شاء الله الكوزينه باش نوريكم شنو كندير فيه. وها الحوت من بعد ما غسلته، يعني ما تبقاش تغسلوا الحوت بزاف البنات حتى كيبسال، ها هو يعني درتو في الشبكه حتى تسقطر من الفائض ديالو. هنا غادي ناخذ الحوت غنديرو في البانيو، غادي نعصر عليه واحد العصره ديال الحامض، ها هو هذا الحامض راه ديالي يا البنات، ديتكم معايا شحال من مره الكرمه وجبنا منها الحامض، شوفوا تبارك الله بيو ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه، وتبارك الله شحال فيه ديال الماء. وهنا درت ليه حامضه لان الحوت البنات هو الحامض، غادي ندير واحد شويه ديال الملحه وما غاديش نكثر، لان كتعرفوا الحوت كيكون مالح. وغادي ندير السودانيه، انا كيعجبني تكون فيها ديك اللضغه ديال الحار، ما غاديش نكثر بزاف باش ما يجيش حار بزاف، كيف ما كنقول لكم انا ما كنبغيش التوابل تطغى على الحوت. صافي غادي ندير له بحال هكا، وغادي نخليه مرقد حتى لوقت الغدا باش نبغي ان شاء الله نقليه، وغادي نوريكم كيفاش تفندوه وفاش تفندوه. شي داكشي بالزربه البنات، كلشي كلشي بالزربه، غير تعلموا تكون يديكم خفيفه. هنا الفلفله كيف ما كنقول لكم دائما نهار اللي كنكون دايره الحوت كنتخيل راسي جالسه في المرصة ولا قاعده حدا الشوايه، وكتعرفوا كيكونوا كيبيعوا الدنجال وكيبيعوا فلفله، وكتعجبني تبقى بالزريعه ديالها. هي عاده كنزول ليها الراس وكنحيد لها الزريعه وكنقليها، ولكن انا نهار الحوت بالضبط كيعجبني انني ندير ليها هكذا، يعني نكون كناكل وكنقي فيها. لهذا انا كاش كندير كنزول ليها هاد البلاصه هذه وكندخل فيها الملحه غير القياس اللي غادي يملحها، الا شتو راسكم كثرتو نفضوها بحال هكا، المهم راه كيبقى فيها الملحه بحال هكذا. وغادي وتنديرها يعني مباشره، ما كنتسنى انا لا زيت تسخن لا حتى شي حاجه، كنديرها هنا في المقله وكندير زويته عاد وكنحطها فوق البوطه وكنغطيها. انا دابا حيدت عليا فلفله وحيدت بطاطا وحيدت الحوت، غادي نجي هنا المطيشه وغادي ندير
كما قلت لكم غنقطعها دوائر وغادي نقليها، ولكن ما كنبغيهاش انايا مقليه دوائر صيك، كنبغي ندير ليها واحد الفرشه من تحت ديال البصله، وهذيك البصله كنبغيها يعني ماشي غير تسخف وتجي هكاك غير الطعم ديال البصله، كنبقى نشحر فيها حتى كتولي كراميليزي، عاد كندير فوق منها مطيشه كتعطي طعم زوين هذيك البصله ملي كتكرمل. صافي غادي نخليه بحال هكا. اختكم شوفوا كان قسما بالله البنات الا كان كيف ما كنحضر الغداء ديالي كنشاركه معكم بكل تواضع كما اي دار اسره مغربيه عاديه شعبيه، ما كاين لا زواق لا بروتوكول. واحد الاخت كانت قالت لي معيناتك متواضعين ولكن تبارك الله عليك. اه اختي انا معيناتي متواضعين وانا متواضعه، انا راه منكم وفي حالكم، علاش انا ما غنكونش متواضعه؟ واش شنو زايد عليا انا؟ انا بحالي بحالكم البنات، بحال اي مراه في دارها في مغربيه كتنوض الصباح دير فطور والدور تجمع دارها ودير الغداء لوليداتها، هذه هي انا. صافي انا غادي نقطعها بحال هكا دوائر رقيقه ما نخليهاش غليظه بزاف، وان شاء الله هنقطع البصله ونوريها لكم اللي كنت تكون فوق البوطه، غنوريها لكم كيفاش كنبغيها انا، يعني كنشارك معكم غداتي انا وانتم لكم الحريه ديروا اللي بغيتوا، انا غير مجرد كنتقاسم معكم افكار وصافي. البنات شوفوا شوفوا كي رديت البصله، شوف عطى الله ما تحرقات كلها، غفلت عليها يا البنات غير تغفلوا على الحاجه مشات، عطى الله جيها بقات يعني صاينه وجيها بالجنب اللي بداها الحريق. انا ما رديتهاش كراميليزي، رديتها حرقي ليزي. صافي غادي نزول غير هذا وغنكتفي بهذا واواصل العمل، ما غاديش نعاود وحده اخرى لان هذا ما تقاش هو باقي صاين، غير هذا الجنب هذا اللي تقاس، غادي نزول هذا وان شاء الله غادي نكمل. صافي هنايا البنات شي هكا كنقول لكم بغيت البصله يعني تكون تتبان بحال لا معسله، واخا انا راه حرقتها. هنايا غادي ندير شويه ديال المليحه لهاد مطيشه، كذلك غندير واحد طريقه ديال المزار وطريقه ديال الكمون غير شويه لان الكمون ما كنبغيش يطغى حيت ريحته مجهده. غادي نخلط هاد الشيء هكا صافي، وغادي نهز وغادي نبقى نحط هكا، انا هكذا كتعجبني كتعجبني يعني فوق البصله، اللي ما بغاش يعني يفضل البصله ممكن لان اختكم غماسه ونهاري كنكون دايره الحوت مقلي وشلايط كنبغي شي حاجه باش ندوز خبيز. وكندير هذه يعني من بعد ما كتذوب ان شاء الله بمطيشه كتولي يعني على شكل صوص وكندوزو بها خبيز. صافي دابا ملي غادي يعني تبان لي انها تقلات من التحت غادي نقلب بالفرشيطه، غنقلب كل دائره ديال المطيشه غنقلبها لجهه اخرى. صافي وفي الاخير غادي نرش من الفوق واحد شويه ديال المعدنوس وصافي. صافي البنات انا زولتها مباشره من النار وريتها لكم، هكا كتعجبني وهكذا كنبغيها. صافي غنخليها دابا على جنب حتى ان شاء الله نبغي نحط طبله وغادي ننزلها بشويه هكا في الطبق ديال التقديم. وبيني وبينكم البنات وما سمعنا حتى واحد، انا والله حتى كنحماق ناكل في المقله اللي طابت فيها الحاجه، ما كيعجبنيش داك حول حول في التفصيل، من هنا كيعجبني نغمس بخبيز كيجي لذيذ وبنين مع داك التكرميله يا سلام. البنات هنايا بغيت نشارك معكم واحد شكل جديد وزوين. البنات الا بغاو هكا كاقتراح ينوعوا، انا ما غاديش نديرو، علاش؟ لان هذا الشكل كيبغي هذاك السردي اللي كيكون شويه فيه الحيمه يعني كبير على هذا، انا هذا عندي غير شطون وفيه شي سريديناتها هما صغيورين، يعني عزلت واحد 8 باش نوريكم فقط. ان شاء الله نهار اللي نبغي ندير هذه التدبيره غادي نشاركها معكم، يعني هكا بغيت نوريه للبنات المبتدئات الا بغاو يديروه، كيجي غزال في الفران البنات، تسدفوهم في الطاوه ديرهم في الفران بلا زيت بلا والو كيجي صحي. غتاخذوا السردينات ديالكم كيف قلنا يكونوا يعني كبار في الحجم على هادو، انا غنعطيكم غير مثال، غتاخذوا ماشي الجهه اللي كيكون فيها الراس، الجهه اللي كيكون فيها الديل غديروها من هنا، ولكن بطبيعه الحال غتكونوا مشرملين ديك الساعه السردين ديالكم، يعني دايرين ليه الثومه والربيع المسائل ديالو، كتلاقيو غير هاد الجهه هادي اللي كيكون فيها الديل ديال السمكه بحال هكا، كديروهم خالفين مكروازين بحال هكا، نحيد ليها الديل وكتحطوهم هكا. حنا دابا نتاقين متبلين بكلشي بالعطريه ديالهم، بغيتو تعمروهم باي حاجه، الرز بالخضره بالبطاطا معجونه باي حاجه، انا نعطيكم غير مثال، غادي ندير مثلا الوسط هنا وغيكون فيه حتى هو التوابل والمسائل ديالو، غادي تاخذوا هادو وغادي تحطوهم هنا الريوس، كتجمعوا الريوس هنا وكتجمعوا هادو هنا، يعني بحال شي ظرف بحال هكا،
يعني الشكل زوين. كنغيروا هكا من الحوت ديما مقلي مقلي ولا في الفران، وكتهزوهم شويه وكتحطوهم في اللاطه ديالكم ديال الفران. غتاخدوا واحد البانسو دهنوهم بزيت البلديه من الفوق من هكا، ستفوهم في اللاطه بحال هكا، نفترض ان هذه اللاطه غتكون كميه، ودفعوهم الفران كيجيو غزالين البنات، ما تشبعوش منهم. يعني انا كنعطيكم هكا يعني افكار، وانتم يعني ابدعوا كما شئتم. غنعاود معكم وحده، هانتوما كنلاقيو غير الجهه ديال الديل هي اللي كنحطو واحد على واحد. انا هاد الحوت غير حيت عندي صغير، هادي عمرتها بالروز، هادي غير ما غنديرهاش مثلا معمره، غادي ديرو غير هكا، لاقيو ليه جمعوا ليه هاد الراس بحال هكا، وغادي ديروهم كما قلت لكم دهنوه وديروهم في اللاطه ديالكم، كيجي شكل غزال وكيجيو مقرملين، وكي ملي كيطيبو كيلصقوا مع بعضياتهم، كتولي تهزيهم هكا بحال شي مربع وكتاكليهم. كنتمنى يا ربي هذا الاقتراح يعجبكم، يعني غير هكا عطيتكم فكره، واكيد انا هذا الشيء الا درتو راه غادي نشاركه معكم بكل فرح. يعني وقت الغداء هو هذا وصل، غادي نقليها. انا دائما كنخلي الحوت كاخر مرحله باش يتحط سخون. اللي قلت لكم البنات هو انكم كتاخذوا كميه ديال السردين وكديروا اي حاجه حرشه. انا هذه البنات عندي السميده ديال الزرع، الزرع اللي كنقي عليه يدي وكنطحنوا عليه يدي وكنخرج منه تبارك الله، كنخرج منه السميده، كنديرو في حاجه حرشه، ما كنديروش في الفورس، وباش ما يعني نغلب عليه وما نبقاش نفند وحده بوحده ويشد ليا اليد. صافي، هذه هي الطريقه المعتمده عندي من سنين، دائما كنديرها وكتسلكني. ها هي كيخرج يعني السردين تبارك الله، ولا الشطون ولا اي حوت عندك، شوفوا كيخرج يعني في البلاصه مفند بكميه كثيره. غادي ديريه ان شاء الله يتقلى. ونصيحه، الا كان البنات عندكم شطون رقيق او السردين داك الصغير بحال الحجم اللي صغير انا عندي اليوم، ما تخليوش يطيب بزاف في المقله، راه غادي يكرم ويجيكم قاصح، يعني جوج تقليبات ثلاثه وزولوه باش يبقى رطب، تبقى في هذه الحيمه رطبه، لان ما فيهش الهبيره بزاف. وغادي الا خليتوه بزاف، هادشي تنقولوا البنات المبتدئات، الا خليتوه بزاف في المقله راه غادي يكرم ويجيكم قاصح. دابا ان شاء الله انا غادي نمشي نقلي هادشي، راه المقيله يعني حمات، وان شاء الله غادي نتلاقاو في الطبله المتواضعه ديالي اللي زربت عليها بسرعه، ونشوفوها بحول الله. وهنا ثالث البنات، ها هي الطبله ديالي منوعه مشكله ديال القهاوي، درت ليهم القليان ديال القهاوي البنات، شوفوا تبارك الله كيجا كيف ما وصيتكم، غير صهدوه وكيجي تبارك الله مقرمش بهاد السميده. غدا متواضع صيفي احسن من المرقه البنات، كل نهار المرقه كطلع في الراس وما كنقدروش عليها في هذا الصهد. هذا هو الغدا ديالي، ها البطيطة اللي فورت درت لها شويه ديال المعدنوس والتوابل، وها الفلفله اللي كتحمقني تبقى هكذا. كنتمنى يا ربي الغدا ديال اختكم يعجبكم، وينال الرضا ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش اختكم اللايك والبارطاج، جزاكم الله كل الخيرات، شكرا لكم، كنشكركم من اعماق القلب بزاف بزاف لهلا يخطيكم عليا. هنا الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى، اقتراحات اخرى، ومع الف الف سلامه.